من المفكرين والفلاسفة والأدباء الذين سطعت أسماءهم في عصر التنوير والذين تفخر بهم فرنسا والغرب قاطبة يبرز روسو ومونتسكيو وديدرو، ويعتبر الفيلسوف فرانسوا ماري أروي والذي عرف باسمه المستعار فولتير أشهرهم بلا منازع. مع الأسف فالفرنسيون قرأوا فولتير بانتقائية شديدة كعادتهم في اختيارهم لما يناسب علمانيتهم الرافضة للإسلام، وأضاعوا بذلك على شعبهم والشعوب الأوروبية التي تمجد فلسفة عصر الأنوار فرصة التعرف على فكر فولتير وهو في قمة نضجه واكتماله، ورضوا فقط بالمرحلة التي كان فيها جاهلا بحقيقة الإسلام. في بداية كان فولتير معاديا شرسا للإسلام، وقد ألف مسرحية لو فاناتيزم وماهومي والتي ينتقد من خلالها كل الديانات ويقدم فيها شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بطريقة سلبية. ولكن فولتير بعد ذلك سيتراجع عن موقفه ضد الإسلام بعدما أجرى أبحاثه الشخصية ليتجاوز موقف الكنيسة العدائي وافتراءاتها وما روجت له في كتبها القديمة عن الإسلام، وكان لكتاب La vie de Mahomet، حياة محمد، لمؤلفه أونري دو بولان فيليير الفضل في تجاوزه للمصادر الموروثة من العصور الوسطى وإعادته النظر في موقفه من الإسلام والمسلمين. وهكذا كتب فولتير إلى فريدريك الثاني ملك بروسيا بتاريخ 5 يناير 1767 رسالة يهاجم فيها المسيحية التي يعتبرها أكثر الديانات سخافة وعبثية ودموية ابتلي بها العالم على الإطلاق، وفي المقابل يمدح العقيدة الإسلامية لبساطتها الكبيرة وحكمتها وواقعيتها. وفي شهر شتنبر من العام 1764 زار الأمير النمساوي زينزدوف فولتير فأبدى إعجابه بكل من لوثر وكالفن المصلحين الدينيين العظيمين في ألمانيا وسويسرا، وإذا بفولتير يقول له إنهما لا يستحقان أن يكونا صانعي أحذية عند محمد، وإنهما كانا رجيين مقصرين لأنهما لم يجرؤا على إعلان الحقائق التي أعلن عنها محمد مع أنه سبقهما في الزمن. هذه الشهادات تجعلنا ننسى ما نراه ونسمعه اليوم من مظاهر الهستيريا وقلة الأمانة والتحيز الفكري والإزدراء في عالم يفترض نظرياً أن يكون عالم الحرية وتعدد الأفكار. يجب على هؤلاء الصليبيين الجدد الذين يحاربون ما لا يفهمونه أن يراجعوا ثقافاتهم وأفكار مفكريهم ويتأملوا كلماتهم المليئة بالحكمة. إن موقف فولتير النهائي من الإسلام لم يكن سلبيا كما يحب أن يقدمه أشباه المثقفين الذين لم يتحملوا حتى عبء قراءة ما كتب فولتير قبل أن يستعملوه في حملاتهم الإسلاموفوبية. لنستمع إذن لبعض ما قاله فولتير عن الإسلام والمسلمين. أيها القساوسة والأحبار، لو فرض عليكم أن تمتنعوا عن الأكل والشرب من 4 صباحا حتى 10 مساء وخلال شهر يوليوز عندما يصادف الصيام هذا الشهر، ولو كنتم مهددون باللعنة إن اقتربتم من لعب القمار أو شرب الخمر، لو كان عليكم أداء فريضة الحج في الصحراء الحارقة، ولو أمرتم بإخراج 2.5% من دخلكم للفقراء، ولو أكرهتم على الاقتصار على 4 زوجات
أنتم الذين ألفتم التمتع بثمان عشر امرأة، هل يمكنكم أن تقولوا عن هذا الدين بكل صدق أنه دين شهواني؟ كان التغيير الأكبر في الرأي العام في عالمنا هو تأسيس دين الإسلام. المسلمون في أقل من قرن غزوا إمبراطورية أكبر من الإمبراطورية الرومانية. هذه الثورة العظيمة بالنسبة لنا هي في الحقيقة مثل الذرة التي غيرت مكانها في الكون، وفي عدد لا يحصى من العوالم التي تملأ الفضاء، ولكنه حدث يجب اعتباره كأحد عجلات الآلة الكونية وكفعل ضروري للقوانين الأبدية الثابتة. فلا يمكن أن يحدث شيء لم يقدره رب كل شيء، لا يمكن أن يكون إلا ما يجب أن يكون. الإسلام دين حكيم وصارم وعفيف وإنساني، دين حكيم لأنه لم يسقط في جنون الشرك بالله ولا في الغموض، دين صارم لأنه يحرم القمار والنبيذ والمشروبات الكحولية ويأمر بالصلاة خمس مرات في اليوم، دين عفيف لأنه خفض إلى أربعة فقط العدد الهائل من الزوجات اللواتي كن يسمح بها لأمراء الشرق، دين إنساني لأنه يأمرنا بالصدقة، وهذا في حد ذاته أكثر صعوبة من الرحلة إلى مكة. ومع كل خصائص الحق هاته تضاف قيمة التسامح. كل الديانات أوصت بالصدقة، غير أن الإسلام هو الوحيد الذي جعلها مبدأ قانونيا وإيجابيا لا غنى عنه. فالقرآن يأمر باثنين ونصف المئة من دخل المسلم إما نقدا أو طعاما، لعل منع كل ألعاب القمار هو القانون الوحيد الذي لا يوجد مثاله في أي دين. كل هذه القوانين بما فيها تعدد الزوجات هي قوانين متقشفة جدا وذات مذهب غاية في البساطة، سرعان ما جذبت الاحترام والثقة إلى هذا الدين والعقيدة، خاصة المتعلقة بوحدانية الله ليس فيها غموض وتناسب الذكاء البشري. هذه العقيدة التي انضم إليها مجموعة من الأمم بما فيها الزنوج في إفريقيا وسكان الجزر في المحيط الهندي. القليل مما قلته يكذب كل ما يخبرنا عنه مؤرخون وخطباؤنا وما تحمل أفكارنا المسبقة، لكن على الحقيقة أن تحاربهم. كان محمد بالتأكيد رجلا عظيما جدا، رجل صنع رجالا عظماء، كان عليه أن يكون إما شهيدا أو فاتحا لا مجال للتوسط، فقد انتصر دائما، وفي كل مرة كان العدد القليل من المسلمين ينتصرون على الكثرة. كان فاتحا ومشرعا وملكا وإماما، فقد لعب أكبر دور يمكن أن يقوم به إنسان على وجه الأرض في نظر الرجال العاديين.
Thank you.